بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي يغلق في هذه الأثناء الحواجز المحيطة بالمنطقة الجنوبية، منها هذا حاجز حورة. الكلمات تغني عن الوصف، إغلاق كامل لحاجز حورة للخارجين طبعا من نابلس. حسب المعلومات الاحتلال أغلق الحاجز بشكل كامل، وهناك تواجد للمستوطنين في شارع حوارة الرئيسي. هناك الطريق ليست سهلة على الإطلاق، بالتالي احنا امام إغلاق للحاجز من الجهة الخارجة من مدينة نابلس. احنا امام مشكلة تتعلق بتواجد للمستوطنين على شارع حوارة الرئيسي، وهناك ايضا بيوم الاستقلال ان صح التعبير، احتفال عيد الاستقلال لدى المستوطنين الاسرائيليين. اغلاق ايضا زعترة. ان كان بالامكان سنحاول ان نتحدث مع احد الاخوة السائقين ليصف لنا الحال، يعني نحاول التواصل ان كانت هناك سيارة ستمر قريبة من منطقتنا. الدخول لنابلس هناك حركة للدخول، لكن الخروج بطيء جدا، الخروج بطيء جدا، وبالتالي هناك مشكلة تتعلق بهذه الأزمة الخانقة. هناك أيضا إغلاق للطرق المتعلقة بشارع يتسار دوار ما يعرف بسلمان الفارسي، مغلق بشكل كامل الآن، مغلقة بشكل كامل، وبالتالي احنا امام مشكلة تتعلق بحالة الطرق من وإلى نابلس. احاول ايضا التواصل وقراءة الاخبار. طبعا الان الدخول لنابلس واضح انه طبيعي او سالك، الدخول الى نابلس طبيعي او سالك. السلام عليكم. استفسار سريع بس، ليش مغلق؟ شو فيه؟ الجيش مسكرين على مين؟ مسكرين على اللي علينا. شو على اللي خارج؟ على الخارج. اللي داخل؟ اللي داخل اخف شوي، اخف شوي. مستوطنين بحوارة؟ لا لا ما انتبهت، بس مجرد اغلاق الشارع. اغلاق الشارع بس. دخول مسموح، الخروج ممنوع. اي نعم. بالطريق وانت جاي ما شفت شيء؟ لا لا الحمد لله. ماشي تمام يعني ماشي. الله يسعدك. هو مش تمام طالما بقي الاحتلال موجود. الله المستعان. شكرا لك. شكرا شكرا. اذا مرة اخرى بدأ الان، يعني يبدو الوضع اختلف نسبيا. طبعا هذا الحال حال الحواجز دائم، هذا حال الحواجز دائم، يعني الان قد يبدأ الحاجز بالتسهيل او بالمرور، بعد قليل بيكون الامر عكسي. بالتالي عندنا مشكلة بتتعلق بطريق طبيعة الطرق الخارجية في جنوب نابلس تحديدا. أيضا كان هناك حديث عن إغلاق طريق يتسار، كان هناك إغلاق طريق يتسار، كان هناك إغلاق أيضا لما يعرف بعورتا كما نشاهده مغلق. نعم مغلق، عورتا مغلق. الحواجز في نابلس، الاحتلال يدعي انه او الامر يتعلق بالاعياد لدى الاسرائيليين او الاحتلال الاسرائيلي. اذا كانت هاي الرسالة من حاجز حوارة في نابلس، جنوب نابلس، اغلاقه بشكل كامل امام حركة المغادرين من نابلس.